السؤال الأول في هذه الحلقة من المستمعة ميم ضاد زاي من الرياض، بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: أسمع في الإذاعة أن بعضا من إخواننا المسلمين في بعض البلدان يطلبون مصاحف، فهل يجوز لنا إرسال المصاحف بالبريد، علما أننا لا ندري عن القائمين على البريد في تلك البلاد هل هم مسلمون أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المصحف الشريف له حرمته ومكانته وتعظيمه، لأنه يشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إرساله إلى مكان بعيد إلا مع من يصونه ويحترمه ويسلمه إلى مسلم ينتفع به. أما أن يرسل مع من لا يضمن ولا يؤتمن عليه، وإنما يعتبره كسائر البضائع، فهذا أمر لا يجوز، لا في البريد ولا في غيره.